معركة القادسية في حلب. هنا تمركز بعض عناصر الجيش الحر ورصد مواقع الجيش السلام عليكم. السلام عليكم أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تعرفنا على حضرتك؟ أنا المقاتل عبد السلام أبو حسن من كتائب تجمع كتائب الشهداء سوريا ضمن نطاق معركة القادسية. نقوم الآن برصد أحد مباني البحوث العلمي بعد أن قمنا بفضله تعالى تحرير حي الراشدين بأكمله، ونحن الآن على أسوار البحوث العلمي، نحن وبعض الأخوة المقاتلين. ونحن الآن نقوم برصد تحركات الجيش الأسدي ضمن البحوث العلمية، والفضل تعالى يعني نحن مسيطرون بالكامل عليه إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وين جيشك هون؟ هذا جيش الأسدي عالشتار، في بيناتنا مسافة 50 متر لـ100 متر. هذا العلم طبعا. هذا العلم الأسدي، هذا علم الأسدي. نحن هون اليوم حررنا الراشدين وإن شاء الله مرابطين مشان البحوث العلمية إن شاء الله، إذا الله راد. يعطيكم العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا.